سنلغي مدنية كل من لا يجدد جواز سفره لنجبره على إصدار الجواز الإلكتروني وفحص البصمة الوراثية. هذا التصريح لك اعتبره البعض بمثابة تهديد، واعتبر البعض بأن ما في احترام للشعب، هذا اللي قالوه البعض، واعتبروا أن هذا تهديد خارج القانون، حيث أن يعني لا يحق للواء الجراح أو غيره بالتهديد ب يعني أمور خارجة عن نطاق القانون، يعني ما في عقوبات محددة في القانون لهذا الشيء. بماذا ترد؟ طبعا هو سيء فهم التصريح. أنا ما صرحت أن أسحب البطاقة المدنية، احنا بنبدأ بصرف الجواز الإلكتروني راح نعطي فترة زمنية لانتهاء الجواز السابق. نعم. طبعا في كثير يمكن يقول لك أنا ما أحتاج الجواز السابق، أسافر بالدول الخليجية عن طريق البطاقة المدنية. تم التنسيق مع الأخوان في البطاقة المدنية، والبطاقة المدنية شركاء معنا في الجواز الإلكتروني. نعم. يعني راح يتواجدون معنا بالمراكز للتدقيق على البطاقات، راح نقفل البطاقة ما راح يسافر. نعم. يعني اليوم أي مواطن عنده جواز سفر يبلغ فقدان الجواز ما يقدر يسافر بالبطاقة المدنية. فإحنا راح نعطي لمدة السنة بصرف الجواز الإلكتروني إن شاء الله من بداية الصرف أول جواز. نعم. سنة وينتهي الجواز القديم، على أساس ننتهي ونعلن أنه خلاص هذا. أنت لما تستبدلين الجواز لازم تبلغين الدول، منظمة الطيران المدني لازم يعرفون أن الدولة هذه كم جواز عندها تستخدم. ما يصير أنا أستخدم أقعد لي سنوات طويلة أستخدم الجواز القديم والجواز الجديد. طيب يعني حضرة اللواء بالقانون والدستور هل يحق لكم يعني قفل البطاقة المدنية؟ أنا ما هو يتصرف فيها داخل الكويت. استبدال الجواز أنا شلون أستطيع أني أستبدل الجوازات القديمة؟ لازم خلاص هذه مرحلة عديها، يعني إنه راح توقفون جواز بس خلاص ما يسافر أو مدنية يعني هو راح ممكن يستخدمها داخل يستخدمها الكويت داخل الكويت، لكن بس برا الكويت نعم ما يصير، لأن احنا نفس الشغلة راح يعني مع استبدال الجواز السفر الإلكتروني راح ننفذ قانون البصمة الوراثية DNA. نعم. DNA هم القانون حط له عقوبات، يعني لما يبلش القانون عطى مدة سنة اللي يتخلف في عقوبة عليه. نعم. هم حدد عقوبات يعني قانون البصمة الوراثية، فاحنا نبي نطبق ونريح المواطنين ان شاء الله يعني. نعم.